لا يعني هو بصراحة يعني أنا ما أعرف الربط بين العواصف الترابية والمسطح الأخضر، لأن يعني أغلب تثبيت التربة، يعني أغلب الدول المحيطة في بالعراق هي تعرضت لهذه العواصف، يعني حالها حال العراق بصراحة. هي كانت يمكن تغطي مساحة من أفريقيا وآسيا والعراق يعني عموما، حتى دول الخليج وغيرها. لكن المساط الأخضر مهم جدا للمدينة، سواء كانت العاصمة أو باقي المدن. أولا لجماليتها، ثانيا ل يعني التغير المناخي اللي يسهم به هذا البساط الأخضر صد بعض العواصف اللي تكون متجهة يصدها هذا البساط الأخضر كذلك. التأخر مو يعني كان يعني فني من أمانة بغداد، لكن الموضوع موضوع سيولة نقدية وخطط تنموية يجب أن تنهض بأمانة بغداد. هذه الخطط وهذه المشاريع تحتاج تمويل حكومي ضخم وإسناد لأمانة بغداد، سواء كان على خطتها التشغيلية أو عن طريق تنمية الأقاليم.